ضمن الاستعدادات القائمة للاحتفال بعيد الأم الذي يصادف يوم 21 من الشهر الجاري وزمن الصوم الأربعيني، وتحت رعاية الأب جورج شرايحة كاهن رعية النبي الياس للروم الكاثوليك في مرج الحمام، أحيت أخوية السيدات في الرعية حفلة روحية هادفة استهلت بصلاة أيها الملك السماوي المعزي وختمها بالبركة. وخلال الحفل ألقيت العديد من الفقرات، حيث قدمت السيدة فيرا هلس حداد محاضرة قيمة عن دور المرأة وأهمية إسنادها للأسرة من خلال سفر الأمثال، كما ألقى الشاب تشارلي جرايسة قصيدة في الأم باللهجة المصرية أتحفت الحضور. وختمت الآنسة هيفاء جمو من جوقة مطرانية الروم الكاثوليك الحفلة الروحية التي أدارتها الآنسة إلين صوالحة بوصلة فنية اشتملت على مجموعة من الترانيم الروحية بهذه المناسبة العطرة. احتفلت اليوم أخوية النبي إلياس برعية مرج الحمام، رعيتنا هنا، بعيد الأم مع سيدات الأخوية وسيدات المجتمع المحلي، وكان لقاء بدايته صلاة وتأمل في سفر الأمثال وتكلم عن الخصال الأم في العهد القديم، وكان إنه لقاء مع حبي مع بعضنا البعض، عبروا فيه الجميع عن هذه في هذه المناسبة الطيبة عن المشاعر الطيبة أيضا اللي بيقدموها لكل أمهات العالم وعن هذا الاحتفال المبارك. وإحنا نتقدم بالشكر كرعية هنا لنورسات اللي بتواكبنا دائما بهذه المناسبات، ولشباب اللي بتعبوا في عناء هذه الأجواء الماطرة وكانوا معنا، والله يعطيهم الجميع العافية، وشكرا كثير لنورسات. إن أكثر من 10 سنين بنقيم الفعاليات هاي، يا بيكون بالميلاد أو قبل الصيام، وإحنا نشاطاتنا كلها لأعمال خيرية، يا بنساعد عائلات مستورة أو بنعمل شغلات للكنيسة، إحنا مثلاً حفلتنا هاي مشان دعم للقاعة، لأنه بدنا لها حاجات، ممكن نجيب صوبة، ممكن نجيب أي شيء، وبس هاي هي نشاطاتنا بالكنيسة إجمالاً، وبنساعد بالكشافة، وبنساعد بندعم إذا بحاجة لشغلات أو شيء، بس هو إجمالاً نشاط سنوي، يعني كل سنة بسنتها عنا يعني.